أسأل ونحفد نرجو رحمة ورخاف عذاب الجدة إن عذاب للكافرين ملهك ما ينفعنا ونصر على الأعداء يا رب يا رب العالمين أستغفر الله يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا 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 الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يا رب العالمين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونشكر وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذاب الجد، إن الكافرين ملحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي هجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.